بعد نحو 10 أعوام على إغلاقه، يعود مركز خدمة المواطن في مدينة الحسكة لتقديم خدماته مجددا بعد إعادة تأهيله وتجهيزه بالمعدات اللازمة للتخفيف من تنقلات المواطنين بين الدوائر وتوفير أكثر من خدمة حكومية في مكان واحد ضمن سلسلة إجراءات تعمل محافظة الحسكة على تنفيذها بعد نحو 1 عام على افتتاح مكتب لسجل العاملين بالدولة. هذا المركز سيقدم خدمات كبيرة للمواطنين. بعد جهد جهيد تمكنا من إنجاز هذا المكان بعد أن رصدنا 45 مليون ليرة سوري من الموازنة المستقلة. افتتحنا هذه البوابات الثلاثة للسجل المدني والعدلي وغير موظف، والآن بدأ بتقديم خدماته. ندعو كل الأخوة المواطنين التوجه إلى هذه المكان حتى يوفروا على أنفسهم عناء التعب والبحث في الدوائر والانتظار الطويل. تبسيط الإجراءات وسرعة الحصول على البيانات، يعني خلال 10 دقائق المواطن يحصل على الوثيقة المطلوبة. مستقبلا إن شاء الله في خدمات أخرى سوف يتم تقديمها من خلال مركز خدمة المواطن. المرحلة القادمة سننطلق لخدمات أخرى وهي بيان قيد عقاري، بيان قيد ملكية، رخص إدارية، التأمين الإلزامي على الآليات، وأيضا فتح نوافذ بخصوص تحصيل فواتير الكهرباء والماء والمياه، وأي خدمات لها دور ومنعكس إيجابي على الأخوة المواطنين نحن إن شاء الله قادرين على تخديمها من خلال هذا المركز بعد أخذ الموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية. العاملون في المركز أكدوا جاهزيتهم لتقديم الخدمات مع الاستعداد لتطوير العمل بأقسام إضافية وتنفيذ أي وثيقة خلال فترة زمنية قصيرة. تم فتح 3 بوابات رئيسية إلكترونية. البوابة الأولى السجل المدني ويقدم الخدمات إخراج القيد الفردي والبيان العائلي وبيان الزواج وبيان الطلاق وبيان الوفاة وبيان الولادة، والسجل العدلي ويقدم وثيقة الغير محكوم، والبوابة الثالثة السجل العام لعاملين الدولة ويقدم وثيقة الغير عامل. طلبات المواطنين: قيد مدني، إخراج زواج، قيد فردي عائلي، وفاة. طبعا ما يستغرق الوقت، شغل دقيقتين ثلاثة وتكون جاهزة. نحن هون عم نقدم خدمة غير محكوم، عم نستلم الطلبات بعد ما يطلعنا الوثيقة الرسمية له، هي الهوية. نرسل الطلبات للأمن الجنائي بدمشق. يستغرق الوقت أحيانا ربع ساعة، ثلث ساعة حسب الشبكة. طبعا جهود حكومية مستمرة لتحدي الظروف التي تعيشها محافظة الحسكة وتحسين جودة الخدمات الحكومية التي تقدم خدمات لشريحة واسعة للأهالي تمتد من الباغوز في ريف دير الزور وحتى منبج في ريف حلب الشمالي. أيام مرعي، لقناة سما، مدينة الحسكة.